جلال أكيد عم تفكر تختار مصطفى، ما عم يخطر ببالك شي تاني؟ أنت ما عم تفكر تختار ملك، مو هيك؟ ريم، هذا قرار كتير صعب. شو ما اخترنا رح يحرق قلبنا. هالحقير قدرة تقدر يمسكنا من إيدنا اللي بتوجعنا. شو ما اخترت أكيد رح تروح نص روحي. بس أنت رح تكون حكيم. ليك مصطفى لسه ما عاش حياته، رح تفكر من هالناحية. بعرف بعرف هالشي، بس انت ما بتعرفي قدرة. وقت انا بختار مصطفى يعيش، هو بيترك ملك تعيش. اكيد رح يعمل العكس. انا رح اخذ واحد من اولادك اتنين، بس انت اللي رح تقرر مين منهم رح اخذ. يلا اللي بسرعة، شو قررت؟ أخذ الكبير ولا أخذ الصغير؟ خذ الكبير، ابني كرم. شو رح نعمل ومين رح نأخذ من الولدين؟ الصغير. كيف يعني؟ يعني يا ريم، مشان يحرق قلبي أكتر، بخلينا نختار وبعدين ببعدنا على اللي بدنا إياه يعيش. لهذا السبب أنا لازم أختار العكس. أكيد هو بيعمل هيك شي. ليش عم تضحك؟ أنا بهاللحظة موجود براس جلال يا حنان، ولهيك عم أضحك. شايف أفكاره قدامي، هو محتار وعم يسأل حاله مين منهم يا ترى بختار لحتى يضل عايش. بعرف تفكيره. يعني رح تتصرف مشان تنقذ ابننا مصطفى من الموت، ورح تختار ملك تعيش؟ ايه بالضبط. بس هذا قمار، انت بتعرف هالشي. هذا قمار. ما انا قمار، هو رح يعمل هيك مشان يحرق قلبي. اللي بيحس انه اغلى على قلبي رح يقتله مشان نزعل اكتر. لا السبب، أنا لازم أختار العكس والملك. طيب بلكي ما صار هيك؟ قدرته بعرفه منيح، هيك رح يصير. أنا بعرف كيف بيفكر وثقي فيني. بس كيف فيني أتخلى عن بنتي الغالية ملك؟ بابا، ما في طريقة تانية؟ رح نترك القرار لهداك الزلم الحقير؟ قال إذا أجت الشرطة أو أي حدا تاني رح أقتل اثنين بنفس اللحظة، وبيعملها. بابا معقول ملك رح تموت ونحن ما رح نعمل شي؟ يعني أنا مبسوط إنه يموت ولادي قدامي؟ ما ممكن فرط بخصلة من شعرهن. معقول يا بابا؟ ما في حل تاني؟
هيك بهالبساطة صار بياع الكباب الكبير بإيد ابن الحرام؟ داود، داود، انتبه على حالك شو عم تحكي يا ولد. انت بس اسمح لي وأنا بتصرف معه. مو صح، ما بتعرف شو عم تحكي. انت رح تقتل اثنين. جلال، اوعك تبعته لهونيك، اوعك. لو الشغلة بتنحل بإني أبعت حدا كنت تركت داود يروح.